اخوان السلام عليكم. تكمل الفيديو السابق عن فحوصات العسل، انا وعدتكم اليوم اشرح لكم فقرات الفحص والتحليل. طبعا هذا فحص حسب المواصفة العراقية القياسية اللي هي رقم 1061-1984 بصفحة 105 من كتيب المواصفة العراقية للمواد الغذائية. Amendment اللي هو معدل بال 2013 والحد 2022 الأندر ريفيجن هو جاري التحديث عليه. فعندنا فحصين كيميائي وفيزيائي، فيزيائي فيزيكال كيميائي كيميكال. بالنسبة للفحص الفيزيائي أول فقرة هي فقرة التيست الطعم، أن لا يحتوي على أي طعم غريب مخالف للطعم الحلو. لهذا إحنا نقول العسل حلو، مرات يقولون ها حلو قوي ما نريد الزبائن، لا هو العسل حلو سامع أحلى من الشهد. عدا طعم مكتسب طبيعي مميز لأنواع الأزهار إحنا الحمد لله مطابق. اثنين نسبة البيوريتي اللي هي النقاوة، يكون خالي من الشوائب مطابق. الشوائب طبعا هي ما تحدد جودة العسل، يعني هي نظافة الشوائب، يعني حال من يفرز، اذا فرز بالمزرعة اكيد راح تصير غبار، يصير عليه قش، خلينا نقول تدخل حشرة، يعني صاير عندنا هاي ما تحدد، مجرد نظافة. عندنا موضوع الهيتينج التخمر اللي هو فيرمنتيشن، خالي من التلف الناشئ عن تسخين شديد او التخمر مطابق الحمد لله. طبعا هاي نحكي بها للزبائن انه عندهم طريقة فحص يعني تقليدية وهي مو صحيحة، مال يسخنوه على الطباخ هو فقد الميزة. بعد شلون تعرف عسل او مو عسل من التسخين؟ هاي طريقة خاطئة. يحول الضوء المستقطب الى اليسار، هاي يسموه التدوير النوعي، هاي فقط بالمختبرات انه يسلطون ضوء على عينة العسل، فاذا نسبة الفركتوز عالية ينحرف سبحان الله الضوء لليسرى بزاوية اعتقد 92 موجب، اذا بالعكس الكلوكوز او السكروز عليه ينحرف على اليمين سالب 52 تقريبا او هيجي. فهي طريقة اختصاصية احنا ما نعرفها، ما عندنا شي معلومات عنها، طريقة الاشعة اعتقد حتى مرات الاشعة السينية. لا يسخن الا حتى تصبح الانزيمات اللي يحويها العسل طبيعيا غير فعالة، هاي حكيناها مشابهة لموضوع الهيتينج اللي ما يصير يسخن، احنا الحمد لله مطابق. نيجي على الكيميكال، فحص الكيميائي هذا مهم جدا اريدكم تنتبهون عليه. عندنا لا تزيد نسبة الرطوبة على 21% وزنا، المويستشر الرطوبة 21% طبعا حسب المواصفة القياسية العراقية، بينما احنا هاي مواصفة شديدة بالنسبة لغير دول انا مطلع عليها، دول مجاورة وغيرها، سوريا السعودية عندهم مجال 23% حسب نوع العسل، فاحنا الحمد لله 13% نسبة ممتازة ما بي رطوبة. لا تزيد نسبة الرماد اللي هو الآش على 0.3%، 3 بالعشرة% أو 3%، احنا 0.28. هاي الرماد الآش اللي هو المعادن بوتاسيوم كالسيوم غنسيوم موجودة بالعسل، لازم يكون نسبة الشوائب هاي بالمجهر يشوفوها، إذا ما بي شوائب اللي العفو الرماد، إذا ما بي رماد معدني فهذا مو عسل طبيعي، عسل الصناعة من يقتبروه بالمجهر يطلع نقي كل شيء ما بي، يعني لازم نسبة رماد تمثل المعادن. لا مهمة كلش، لا تزيد نسبة السكروز على 8%، وقلت احنا مواصفتنا الشديدة بالنسبة لغير دول للعشرة بالمية، هذا مهم ما يكون عالي السكروز اللي هو السكر اللي المركب اللي ما يتكسر، هنا 7.42% الحمد لله. هذا الريدة يقل، شو الريد يزيد؟ يزيد الورا اللي هو انفيرت شوغر السكر المحول اللي هو فركتوز وكلوكوز، يتكسر بسهولة ما يؤدي، ما له علاقة بمرض السكر أو غيره، اللي هو فركتوز وكلوكوز، هذا المفروض عالي يعني مو أقل من 60%، فإحنا الحمد لله 66 و 86%. عرفتوا هاي العلاقة عكسية وليس طردية، أريد السكروز السكر العادي المركب يصير قليل، وأريد السكر المحول فركتوز كلوكوز اللي هو أحادي يكون شنو مو ثنائي، يكون أحادي يكون أعلى. نسبة الحموضة اللي هي أسيديتي يكون مزيد على 40 ملم مكافي لكل 1000 غرام لكل كيلو 40 ملم، احنا الحمد لله 28، وقلت لك ها بالنسبة لغير رول توصل لل50 عادي. فهاي هي فحوصات العسل، وعدكم اذا عندكم اي سؤال راسلوني. شكرا جزيلا، محمد نافع.